النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلوب الذي علمه الله إياه بعشرين سنة جعل من العرب القبائليين الوثنيين الأميين الجاهلين المتعادين، جعلهم كالجسد الواحد. وبعدين تلامذته أصحابه عملوا من العالم الإسلامي كالجسد الواحد. لما ابتعدوا عن الإسلام علما وحكمة وتزكية، والأهواء تصرفت في الملوك واللي اسمه الخلفاء، فبمقدار ما يبتعدوا عن الإسلام بمقدار ما يرجعون إلى الوراء. والآن عم نزداد، لأنه عم ينعرض الإسلام بشكل معكوس بشكل مشوه، كل من يراه يتقزز منه. ولو عرض الإسلام بجماله، لو عرض بشبابه بحيويته، الشيء ماركوس بذاته أنا لو كان حي بيجلس معه أكثر من ساعة ما بيحتاج ماركوس، وإذا ما بيصير مسلم أنا يفعلوا فيه ما شاءوا. ماركوس ابني كان ندور على العقل، ألحد الأوروبيين عن علم، نحن ألحدنا عن جهل وتقليد، الضعيف يقلد القوي. هم تحرروا فبحثوا بعقل متحرر، رأوا رجل الدين ما يقدمه له من عقائد ما بيقبل العقل فرفضوها. أما الإسلام بحقيقته هو غذاء العقل، هو مساعد العقل، هو أبو العقل، هو محيي العقل، هو مناصر العقل، مناصر العلم. لكن مين اللي بده يتمثل فيه الإسلام؟ الشيخ. الشيخ ما عاد يكون على هالمستوى، لذلك تأخر، فشل الشيخ وضاع المسلمون وضاع العالم. لا نجاة للعالم كله وللمسلمين بشكل خاص وللعرب بشكل أخص إلا بعودة إلى إسلام العلم الذي هو إسلام العقل، الذي هو إسلام الحياة، إسلام التقدم، إسلام الوحدة، إسلام القوة. القوة لا للعدوان، القوة لردء ودفع العدوان، حتى يكون العالم كله عالما موحدا متآخيا متحابا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا إسلاما صادقا وعلما صحيحا ونفوسا مزكاة وقلبا مطمئنا بذكرك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين.